على قدم وساق نفذت الدولة ولا تزال العديد من المشروعات القومية والتنموية في المجالات كافة لترسم ملامح الجمهورية الجديدة، ويعد أبرز تلك المشروعات العاصمة الإدارية الجديدة إلى جانب إنشاء عدد كبير من المدن الجديدة والتي من شأنها تغيير الخريطة العمرانية لمصر، وذلك فضلا عن المشروعات القومية في مجالات النقل والطاقة والصحة. إنني أجدد معكم العهد وأصدقكم الوعد بأن نبدأ جمهوريتنا الجديدة المولودة من رحم ثورتكم العظيمة في 30 يونيو عازمين على المضي قدماً نحو المزيد من العمل والبناء، ممتلكين القدرة الشاملة، مستمرين في تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية. من ملامح الجمهورية الجديدة مشروعات فريدة لم تشهدها أرض مصر من قبل. باقورة تلك المشروعات المدن الذكية، سلسلة من تلك المدن الجديدة يجري إنشاؤها في ربوع مصر المختلفة شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً لتغيير وجه الدولة العمراني والحضاري. العاصمة الإدارية الجديدة حجر أساس الجمهورية الجديدة واحدة من تلك المدن، فعلاوة على تصميمها الفريد وموقعها المتميز والإنشاءات حديثة العهد على المصريين، تحوي أفكاراً جديدة كالمنظومات الرقمية عالية المستوى والمباني الذكية. العاصمة الإدارية الجديدة تستضيف جامعة مصر المعلوماتية والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، وتتولى الجامعة عرض تطور البنية المعلوماتية الدولية في مصر والتعريف بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. المونوريل أحد المشروعات الفريدة الجاري تنفيذها على أرض مصر لأول مرة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باستخدام وسائل النقل الخضراء، يتواصل العمل على قدم وساق للانتهاء من مشروع مونوريل للعاصمة الإدارية لما يمثله هذا المشروع الضخم من نقلة حضارية. مشروع يساهم في ربط شرق القاهرة بغربها، تبلغ السعة القصوى للمونوريل 1,000,000 راكب يومياً، ما يساعد في تخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى خفض معدلات التلوث البيئي. من المونوريل إلى القطار السريع، هذا المشروع والذي يجري تنفيذه أيضاً في مصر لأول مرة، وهو شبكة متكاملة من القطارات السريعة ستعمل على ربط جميع أنحاء الجمهورية ببعضها البعض، على أن تكون الخطوة الأولى من هذا المشروع الربط بين مدن البحر الأحمر والبحر المتوسط. محطة بنبان بأسوان عاصمة الطاقة الشمسية في العالم، أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والتي تم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما تعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة بما يعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالي. ومن أجل توفير دواء آمن وفعال للمواطن المصري جاء تأسيس مدينة الدواء بمنطقة الخنكة في محافظة القليوبية، وهي من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط، وتهدف إلى أن تكون مصر مركزاً إقليمياً لصناعة الدواء في المنطقة. إذن هي مشروعات قومية عملاقة لم يشهدها المواطن المصري من قبل، مشروعات تقود الدولة المصرية لتزاحم الدول الأكثر تقدماً على مستوى العالم.